هنتكلم عن شرح الأجزاء الخاصة بماكينات تيريكو واللحمة المستطيلة. أول جزء فيها هو الجزء الخاص بالتغذية، اللي هي مجموعة التغذية بتتكون من مجموعة أجهزة جوه المجموعة. الجهاز الأول وهو جهاز الصياد، وده وظيفته إن هو بيلملي الخيط بعد وأنا بخرج من منطقة العمل بعيد عن الإبر. زي ما انتم شايفين كده بيبدأ يظهر لي إيه، زيادة خيط، فبيبدأ الصياد وانا راجع يبدا هو يلمها لفوق زي ما انتم شايفين كده. يعني هو راجع ناحيه منطقه العمل تاني بيبدا يلم الجزء الخاص بالخيط الزياده اللي هو ده، تمام. يبقى ده الجزء الخاص بوظيفه عمل الصياد. بعد كده عندي مجموعه من الادله اللي هي بتوجه لي حركه الخيط من على الترابيزه الخاصه بحامل الكونات، اللي هي دي الترابيزه اللي اتحط عليها الكونات، تمام. بعد كده مجموعه الادله دي بيبقى فيها مجموعه ضبط الشدد الخاصة بضبط الشبد بتاعي اللي داخل لي المكوك وداخل معايا لمنطقة العمل أو منطقة النزج، والجهاز الخاص بالحساس اللي هو ده. طبعا هو هنا مش شغال بايظ، بس الحساس ده لما بيحصل قطع في الخيط بيعمل على إيقاف السلكتين دول، بيتوصلوا بالمكنة وبيعملوا إيه، أول ما يحصل قطع عندي في الخيط فالريشة بتاعته اللي هي الجزء اللي تحت ده، الريشة اللي هنا دي، تمام. الريشة دي بيبقى هنا في ريشة بتبقى متوصلة بين بالخيط، اول ما يحصل عمليه ايقاف بيحصل قفله البتاعه دي للجزء دوت، فالجزء ده بيقفل الدائره الكهربائيه. يعني هي دي بالاخر دي عباره عن دائره كهربائيه فيها ريشه، الريشه دي اول ما يحصل عندي قطع للخيط الريشه بتعمل قفل الدائره الكهربائيه وبتعمل ايقاف للماكينه. ده بالجزء بالنسبه للجزء الخاص بمجموعه التغذيه. يتصل مجموعه التغذيه الجزء الا وهو المكوك اللي هو ده. عندي هنا في مكوكين للمكنه، مكوك يمين ومكوك شمال، او مكوك امامي ومكوك خلفي. المكوك الامامي والمكوك الخلفي، عشان كده يبقى عندي فوق طرف في اتنين مكوك، يبقى عندي فوق في مجموعتين للتغذيه، دي مجموعه زياده عشان هي شغاله اتنين مكوك، يبقى لازم ليها مجموعتين تغذيه، كل مكوك يتصل بمجموعه التغذيه الخاصه بيه. بعد كده هنبدا نخش على الجزء الخاص بعمليه النسج نفسها، وهي السلندرات. عندي نوعين من السلندرات، عندي السلندر الامامي اللي هو في وش المكنه اللي هو ناحيه مقابض العربيه، زي ما انتم شايفين دي مقابض العربيه، فلما هبقى انا واقف هبقى واقف تحت المقابض، فده بالنسبه للامامي وده الخلفي، تمام. المكنه في حاجه اسمها جوج الماكينه. يعني ايه جوج الماكينه؟ يعني عدد الابر في وحده القياس. وحده القياس عندي اللي بقيس بشتغل بيها على الكيلوغرام المستطيل هي البوصه، اللي هي 2.54 من السنتي، يعني كل 2 سنتي ونص او 54 يعني في 12 ابره. طب حد يسالني يقول لي الارقام دي يا باشمهندس الموجوده على المسطره، هل دي علاقه لها بالجوج؟ لا، دي مالهاش علاقه بالجوج، دي لها علاقه بالابر، بعدد الابر. بمعنى انا عايز اعد 10 ابر، يعني من الشرطه ال 100 لل 110 هعمل كده اطلعهم فوق كلهم، يبقى كده عندي كام؟ يبقى كده عندي 10 ابر من هنا، من الابره دي للابره دي له 10، نعدلهم هيطلعوا معانا 10 ابر بالظبط، مفهوم يا شباب؟ فدول اهي عد 100 105 110، فهي متقسمه كده يمين وشمال، يعني سنتر المكنه ده السنتر بتاع المكنه بتاعي، تمام يا شباب؟ ده السنتر بتاع المكنه، يمينها وشمالها قد بعض، عشان انا بس عايز اشتغل 100 ابره يمين و100 ابره شمال، فاجي عندي رقم 100 اروح مطلع كده هنا كده واروح مطلع دول كلهم. بالنسبه للجزء الايه الخاص بالابر، تمام، او خاص بالمسطره بتاعه الابر، دي المسطره زي ما احنا شايفين كده مدرجه اهي، تدريجات عليها بتدريجات بارقام، الارقام دي ماشيه خمسات، يعني 5 10 15 20 25 30، بحيث ان انا اعرف ايه عدد الابر بتاعي، تمام. نيجي على الجزء ده اللي هو المجموعه دي، البنوس دي اللي هي بيسموها الكراسي الخاصه بالابر. الكراسي الخاصه بالابر بتعمل ايه؟ واخدين بالكم معايا؟ شايفين اهو، انا هدوس على كرسي دلوقتي يحصل ايه؟ خدتوا بالكم الابر حصل لها ايه؟ هدوس على الكرسي اللي جنبيه، تمام. الكراسي دي بتخلي لي الابر في وضع العمل، او انها تكون مقابله العربيه بتاعه الماكينه، بحيث ان انا عندي لو الابر دي زي الابر دي كده تحت المستوى، تحت المستوى بتاعي، بحيث ان العربيه لو عدت عليها كده مش هتجرى لها حاجه، مش هتقراها اصلا، تمام. اما لو هي كده في مستوى العمل في مجال العمل بتاع العربيه من خلال الكراسي، بترفع الكراسي كده، خدين بالكم بيحصل هنا اهو، بنوز الكراسي هي تطلع اهي شايفينها، هي دي بنوز الكراسي بتخلي لي الابر في مستوى العمل، تمام. بعد كده عندي في المكنه ليها دراعين، في الدراع ده وفي الدراع ده. في دراع اللي هو الدراع العلوي دوت، ده بيخص بايه؟ يفتح لي السلندرين عن بعض، بحيث لو حصل عندي تحشير او حاجه، او محتاج ان انا افتح السلندرين عشان ابص على القماش، بيبقى من خلال الدراع الخاص بفتح السلندرين عن بعض، اللي هو الدراع ده بيفتح لي السلندرين زي ما احنا شايفين كده عن بعض اهو. وعندي هنا ده بيعمل عمليه نقل زي ما انتم شايفين كده، اسمه العريجه، اللي بتعمل عمليه نقل للغرز
او رقل للابر عن بعضها البعض، فطبعا مش هيبان غير لما نعمل ان شاء الله حاجه العينه، ونعمل عينه ونوريها لكم. ادي العريجه تمام، يبقى كده عندي دراعين، دراع الخاص بالفتح بتاع السلندرين عن بعض، تحصيلنا عن بعض، والدراع الخاص بالعريجه تمام. بالنسبه للمكنه دي، المكنه دي مكنه نص ميكانيكي، يعني فيها ماتور كهرباء، تشتغل المكنه دي كهرباء. وادي مجموعه الماتور، وده العداد بتاعي الخاص بالسطور والدورات، بحيث ان انا بظبطه والله على السطر مثلا عايزه 20 سطر، فبظبط العداد دوت بالارقام بتاعه بحيث ان هو بقى يقرا لي هنا 20. والعربيه وكل ما هي بتعدي من خلال ده الخاص بالعداد ده زي ما احنا شايفين كده، لما الدراع ده بيعدي بيحرك لي السوسته دي زي ما انتم شايفين، الارقام بيحصل لها ايه؟ هرفع كده زي ما انتم شايفين، الارقام بتقل، هو كل دوره بالارقام بتقل. فانا بظبط مثلا على 30 دوره او 50 دوره، ويبدا الدراع ده يتحرك، فيبدا ايه؟ تبدا الارقام تقل لحد ما المكنه تقف، وابدا ايه؟ اغير لها الخيط. بمعنى مثلا انا عايز اعمل تقليمه 30 سطر احمر و10 سطر ابيض، فاروح انا مثلا ظابط على 30 الاحمر، بتبدا العربيه تتحرك، تبدا العربيه تتحرك معايا تمام. دلوقتي الجزء الخاص بالعربه للماكينه المستطيله اللي هي ذات السلندرين تمام، او ذات الوجهين اللي هي ليها وجهين، وجه امامي وجه خلفي زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت. هنيجي هنا على جزء اول حاجه فيها خالص اللي هو دول، دي المقابض العربيه، بتبقى دايما في الوجه الامامي من الماكينه زي ما احنا شايفين كده، المقابض بتاعتي اللي بيقف عليها العامل ويبدا يحركها على يمينا ويسارا، اللي هو يمين وشمال، بحيث ان هو يبدا يعمل عمليه الانتاج. وحتى المحطة اللي هي الميكانيكي بتاعها اللي هي النص ميكانيكي برضو فيها المقابض، علشان خاطر في اول البداية انت انت اللي بتساعد المكنه، عشان كده قلنا اسمها نص ميكانيكي، انت بتساعد المكنه انك بتلضمها وبتنزلها وبتبدا تظبط العرض، وبعد كده تبدا تشغل الماكينه على الوضع الميكانيكي. اول حاجه هناخدها في تاني حاجه هناخدها فيها اللي هو الزراع دوت، اللي هو الزراع الخاص بتحديد المكوك زي ما انتم شايفين بيعشق مع مين. يعني مثلا عايز اخد المكوك الامامي، هبدا اجيب الدراع ده الزراع دوت واعشقه مع المكوك الامامي كده، العربيه لو ماشيه تاخد مع المكوك الامامي. طيب لو عايز احرر المكوك، هشيل الزراع ده زي ما انتم شايفين كده، بيحصل ايه؟ شايفين بيحصل إيه؟ البنز بتاعه اهو بيبعد عن المكوك وبيتحرك بعيد عن خاطر مين؟ بعيد عن العربية. ماشي، ده الجزء الأولاني. نبدأ ناخد الجزء التاني السهل برضو البسيط اللي هو الفرش. الفرش دي لها وظيفتين عندي على المكنة. الوظيفة الأولانية إنها تفتح لي لسان الإبرة، لو عندي فيه إبرة لسانها قفل أو حاجة، الفرشة بتفتح لسان الإبرة، وفي نفس الوقت بتعمل عملية تنظيف للماكينة، بحيث لو في زغبار أو في بواقي خيوط وقع عندي، أو شعر شعيرات مقصفه وقعت على الماكينه، اللي بتبدا عمليه الايه الشعيرات بتاعه اللي هو زي ما انتم شايفين كده الشعر ده، بيعمل عمليه تنظيف اهو. في حتى في وبره اهي، في وبره في على الفرشه نفسها اهي، الوبره اهي اللي احنا ماسكينها اللي هي دي، الوبره اهي تمام يا شباب. بعد كده هندخل على الجزء الخاص بالعيارات اللي هي مترقمه من 0 لحد 20 في المكنه دي، وهناك المكنه الثانيه برده 14. وظيفه العيارات دي بتعمل ايه؟ وظيفه العيارات عندي كام عيار على المكنه؟ عندي 4 عيارات مترقمين 1 2، مش عارف مش باينه ليه، اهي 2 2 اهي 3 4. يبقى انا عندي بدات كده 1 2 3 4 الترتيب بتاعها، دي 1 اهي 1 2 3 4. وانا واقف فين؟ واقف في الجزء الشمال من الماكينه، عند الماكينه بتاعتي اهي، انا كده واقف في الجزء الشمال بتاعها. فانا عندي هي الكام العيار رقم 1، او تعتبر الكام رقم 1 بتاعتي اللي هي دي، واتنين ورا، 3 هنا، 4. العيار ده وظيفته ايه؟ بيتحكم لي في طول في مشوار الابره، اللي هو بيعبر عنه بطول الغرزه على القماش. بمعنى ايه؟ بمعنى بيحدد لي مشوار الابره ارتفاعها قد ايه، وهتحرر وهتاخد خيط قد ايه، فدوت هيسمع لي في القماش من خلال حاجه اسمها طول الغرزه بتاعتي. وده هنشرحه في فيديو تاني مستقل، اللي هو علاقه الغرز بوزن القماش وطول الغرزه بوزن القماش وعلاقه العيار بيها. بعد كده هندخل على الجزء الخاص بالكامات، وده تحت اسفل هنا الجزء الاسفل من الماكينه، وهنعمل شويه حاجات فوق وشويه حاجات تحت. اول حاجه الجزء الخاص بكامات الصعود والهبوط، اللي هم دول شايفين، اللي هم دول الزراير دي
هي الخاصه بكمات الصعود والهبوط بتاعتي. هنشوف شكلها تحت اهي، شايفين هو ده الشكل بتاعها. انا هحاول اسحب لكم واحده اللي هي بتسحب دي، شايفين ده؟ ركز بقى، نركز مع بعض مع ده، تمام اهي. كده انا عملت ايه؟ تغطيس دلوقتي كامه الصعود في الوضع الكامل بتاعي. لو فرضت ان العربيه ماشيه من جايه من الناحيه دي راح الناحيه دي، تمام، والابر هنا، فهي اول حاجه هتقابلها مين؟ هتقابل الابر. فاللي بتقابل الابر عندي هي كامه الصعود. فلو ابره الناحيه دي واقفه هنا كده في اتجاه العربيه والعربيه مقابلاها، فدي بالنسبه لي كامه الصعود، واللي ورا دي هتبقى هي كامه الهبوط، تمام. واللي في النص ده هتفضل كامه السر اللي هي دي. فهناخد اول حاجه اللي هي كامه الصعود، الابره عندي الناحيه دي، فدي بالنسبه لي بقت الصعود، ودي بالنسبه لي الهبوط. تغطيس كامه الصعود اللي هو ده، تمام، شايفين غطست ازاي كده؟ غطست جوه خالص اهي. فالابره هنا تمام ومشيت كده، مفيش اي حاجه تاثر لي عليها، فهيديني الغرزه المشيفه او الغرزه العايمه اللي هي الغرزه المس او الفلوت، تمام يا شباب. في الجزء ده كده هنجيب بقى مع بعض ابره، ثواني هنجيب لكم ابره. ادي جبنا الابره يا شباب اهي، شايفين هنا احنا قلنا هنا عملنا ايه؟ تغطيس للكامه، غطسها تاني كده مفعله كده، الكامه اتغطست زي ما انتم شايفين. مفيش حاجه هتقابل مين؟ الابره. فهتفضل دايما الابره ماشيه تحت، تمام، مش هتطلع معايا جوه المسار. طيب لو كامه الصعود مفعله اللي هي كده في الوضع ده، كده كامه الصعود مفعله، هيحصل ايه؟ عند الابره هنا اهي هتخبط في مين؟ في المجرى ده كده، هيبدا يرفعها لفوق. لما شرحنا بقى الجزء الخاص بكامات الصعود وكامات الهبوط وكامات السره، نيجي بقى نشوف مكانهم فين على الماكينه. انا عندي كام كامه صعود وعندي كام كامه هبوط وكام كامه سره؟ انا عندي في الوجه الواحد في عندي كامتين للصعود والهبوط، احنا قلنا الاثنين بيتسموا نفس الاسم حسب الوضع بتاعي. لو انا همشي الناحيه دي فدي بالنسبه لي بقى الصعود، ودي بالنسبه لي الهبوط، تمام يا شباب. ده في المشوار الاولاني اللي هي السطر الاول، بالنسبه لي الناحيه الثانيه يبقى دي الصعود بتاعتي ودي الهبوط بتاعتي، تمام يا شباب. طب لو انا جاي بقى من الناحيه الثانيه، جاي من هناك كده رايح الناحيه دي، رايح كده، فالابره تبقى الناحيه دي، فيبقى بالنسبه لي دي هي كامه الصعود، ودي بقت كامه الهبوط، ودي كامه الصعود الخلفي، ودي كامه الهبوط الخلفي، تمام يا شباب. نيجي بقى ليه عندي كام كامه سره؟ عندي برده كامتين سره، بس عندي كامات السره بنفس الطريقه بتاعت مين؟ بتاعت كامات الصعود. خلاص بس المكوك الاول عشان اشرح. انا عندي هنا ايه؟ ادي وانا رايح كده، لو عملت دي كده، تمام، يبقى انا كده عملت ايه؟ كامه الصعود متفعله، يعني غرزه هتطلع. وعملت تغطيس لمين؟ لكامه السره اللي هي دي. معناها ايه؟ زي ما احنا قلنا ان الشطفه اللي في النص بتاعت كامه السره هتخش لجوه، فهتبقى عندي مين؟ هيكون لي بعد كده سوري، هتتكون لي عندي في اللحظه دي هتكون لي الغرزه المعلقه. طيب لو انا عامل لغي اصلا لكامه الصعود، هيتكون لي كده في الوضع ده غرزه معلقه؟ الاجابه لا. لا ليه؟ لان اصلا الابر مش هتطلع من مكانها، يعني مش هتوصل لمرحله ان هي تعرف هل هتعمل غرزه كامله ولا غرزه معلقه. بمعنى كامه الصعود لو متغطسه هتعمل لي الغرزه العايمه قولا واحدا. طب لو متفعله، يا اما تعمل لي غرزه كامله او غرزه معلقه حسب وضع مين؟ حسب وضع كامه السر. وضع كامه السر العادي اللي هو تعمل غرزه كامله اللي هو الوضع ده. طب عايز اعلق اعمل تغطيس، شايفين انا كني بشفط الكامه من تحت، بسحبها لورا، يعني دخلتها لجوه، دخلت معايا لجوه اهي، شايفين اهي، شايفين اهي وضعها فين؟ ثواني مش باينه اهي، هرجعها تاني باينه اهي، صح، تمام يا شباب. ده بالنسبة للجزء الخاص بالكامات. هبدأ نشرح قماشة إنتاج قماشة السنجل جيرسي. اللي أنا عملته هنا زي ما أنتم شايفين كده، شايفين زي ما أنتم شايفين، أنا فاصل السلندرين عن بعض، بمعنى عامل قماشة على السلندر الأول وقماشة على السلندر التاني. تعالوا نشوفها مع بعض تحت عاملة إزاي. أهو قماشتين مفصولين تماما عن بعض، عاملة شبه الكيسة أهي. دي قماشة أهي قدام وفي قماشة ورا، يعني السلندر الامامي بيعمل قماشه والسلندر الخلفي بيعمل قماشه، اتصالهم بس هنا كده، حتى دي مش غرز، اتصالهم عباره عن كانه ممكن نقول عليه تشييفه او حاجه، بحيث ان انا وانا رايح وانا برجع. بتيجي تتعمل ازاي؟
زي ما احنا شايفين هنا انا عملت ايه، انا وانا رايح خليت السلندر الامامي غرزه كامله اللي هو بيعمل او كامته صعود شغاله، في الخلفي السلندر الخلفي عامل ايه، لاغي كامته الصعود بحيث ان انا وانا رايح الابر الامامي بس اللي تشتغل والخلفي تفضل زي ما هي ما تاخدش غرز، وانا راجع بيحصل عمليه العكسيه بخلي الخلفي هو اللي يشتغل والامامي ما يشتغلش، فكده كان القماشه بتاع السلندر الامامي بتطلع لوحدها وقماش السلندر الخلفي بتطلع لوحدها. ده بالنسبه للجزء الخاص ده، نشوف مع بعض هنا كده زي ما احنا شايفين كده اللي بيحصل هنا قدامي ايه، اهو ابر الامامي هي اللي بتاخد غرزه اهي والخلفي ما اتحركش من مكانه من خلال استعمال كامته الصعود، ان انا مشغل فعل كامته الصعود ل السلندر الامامي، اما بالنسبه للسلندر الخلفي انا لاغي كامته الصعود خالص، وفي نفس الطريقه بعملها في السلندر الخلفي، بلغي الامامي واشغل مين، وبشغل السلندر الخلفي تمام. وبنفس الطريقه دي افضل شغال رايح جاي، وبعد كده بتنزل عندي ومشتين منفصلين عن بعض، بقص بس الجناب دي اللي هنا دي، بقص الجناب دي بالمقص وبقص الجنب ده بالمقص بحيث ان افصل القماشتين عن بعض. في طريقه ثانيه ان انا اشتغل على سلندر واحد بس، باجي على السلندر الامامي والغيه واشتغل على الخلفي بس رايح راجع، فيبدا القماشه تنزل رق واحد كده، انا عامل قماشه كانها نازله رقتين، اتنين رق، دي قماشه جيرسيه على السلندر الامامي ودي قماشه جيرسيه على السلندر الخلفي.